نحن قادرين نغير الزواج، بس نحن لازم نعمل نحط الزواج أولوية. هلأ بتسأل الكل وإنكلودينج أنتو، زواجكم أولوية الكل؟ إيه، لأنه القلب صح والناس إيه بدها تحط زواجها أولاً. ولكن إذا منحط حسب الأولوية، الدراسات فرجت أنه مش مزبوط. الرجل لأنه بيخلق بطريقة هو مسؤول وبيشعر أنه هو قائد البيت، سو بالنسبة لقاله شو بيجي أولاً بحياته؟ شغل، شغله. يا ريت ميرنا أنا أعطيتها الرجال شو أولوياته والمرأة شو أولوياتها، صور تنزلهم. سو أول شيء بيجي شغله، لأنه بيشعر حاله أنه هو لازم لازم يكون عم بيحقق لهيدي العيلة. تاني شغلة من أولوياته شو بتجي؟ الهوبيز تبعه، كيف بيحب يتسلى. أكيد، لأنه هو بده يضاين، ما هو عنده ضغط كتير، كيف بيطلع الضغط تبعه؟ تالت شغلة الأولاد، رابع شغلة مين؟ زوجته. هلا اللي عم بيسمعني بيقول ها شفتي انت مع رجال، بس الدراسة فرجت النسوان شو أول شيء عندهم؟ الأولاد، أولادهم. شو تاني شيء؟ شغل، شغل، أعمال منزلية والزوج. مش مزبوط، بحبوا الأعمال. كم مرة بيجي الرجال على البيت ملتهيين بالطبخ والتكنيس والتنظيف وتحضير البيت والأولاد وكذا كذا، وما تبقى إذا تبقى من طاقة ينعطى للرجل. سو إذا منتطلع على هيدول الأولويات، طب في شي غلط. كيف زواجي بده يكون اولا وقت انا بسلم افكاري؟ مش هيك انا عم بحطهم هنيك، لانه العالم كله بتقول ايه انا مرتي اولا، انا بموت فيها، انا جوزي اولا، بس عمليا عن جد نطلع بنهاراتنا مش مزبوط هيدا الحكي. شو نستثمر في وقت اكثر شيء؟ يعني هيدا اولويه مزبوط. مشان هيك وبلوس اللي صاير مريان، انت عم تشتغلي صح؟ انا عم بشتغل، كلنا عم نشتغل، يمكن انت بالتي في بس عم تشتغلي. سو اللي عم بيضطر انه نحن عم نضطر نروح ساعات برات البيت اكثر. سو المراه الدراسات فرجت انه ما عندها تقدر تتواصل مع جوزها اكثر من 10 دقائق، والدراسات فرجت 50% من هالتواصل وين بيصير؟ بالسياره بعجقه السير. هيدي اذا قدرنا نحكي ووقت غير مناسب، سو حيلا نقاش رح يصير، رح يصير. وعن شو بيكون وعن شو بيكون الحديث؟ عن الاشياء المهمه، الاكل، الشرب، الاولاد، المدارس، دفعت. تخيلوا انه انتم هيدي الديناميك بين الرجل والمراه على فتره طويله، اكيد بدهم يبنوا زواج.